كما أكد المستشار أحمد بن داري أن الصمت الانتخابي سيبدأ من 8 من الشهر الجاري ولمدة 48 ساعة. أضاف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن عمليات الفرز ستتم داخل مقر اللجان الفرعية عقب انتهاء الانتخابات. هيبتدي الصمت الانتخابي من يوم 8/12، الصمت الانتخابي لمدة 48 ساعة إعمالا لصحيح القانون، يعني يومين قبل الاقتراع. ومن هنا نقدر نقول ان الصمت الانتخابي المستهدف به ان لا يجوز لاي مترشح او حملته الانتخابيه التحدث عن البرنامج الانتخابي او اي شان من شؤون الانتخابات التي تؤثر على اراده الناخب. والغايه المبتغاه من الفكره بتاعته المشرع قصد من هذه الفكره ان يمكن الناخب انه يختار دون تاثير من يناسبه ويتم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ليقود البلاد خلال السنوات الستة القادمة.